والحق أقول أن الإسلام براء من هذه التصرفات، بل ومن أقل منها، دعك منها. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبيا من الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام خرج مع جنوده حتى أتى إلى وادي أو مكان، مسافرين ونزلوا حتى دار ارتاحوا، نبي من الأنبياء. قال: فتفرق جنوده تحت الشجر. عندما نعرف الإسلام كيف هو دين رحمة ودين عدل، عشان أعداء الإسلام ما يشيلوا زي التصرفات الهوجاء الحمقاء دي ويلصقوها في الإسلام ويشوهوا بها صورة الدين. فده نعرف الدين ذاته كيف ورحمته كيف وسعته كيف. فنزل النبي تحت شجرة ونزل المتاع. القصة دي يحكيها الرسول يا جماعة صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري. النبي ده عليه السلام نزل متاعه السرج وكده تحت شجرة، وباقي الجنود يتفرقوا تحت الشجر. فنام هذا النبي عليه السلام، نام تحت الشجرة. فجاءت نملة، النملة الواحد ده واحدة بس كمان، فقرصته، قرصت النبي ده. وده فيه دليل على إنه حتى الأنبياء قد يمرضوا، قد تقرصهم نملة، قد تقرصهم عقرب، ما زي جماعة كتار الليلة يقول لك ده هو ده ولي، ده بينفخك وده بيسوي. النبي بتقرص نملة، نملة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأمر النبي هذا النبي بمتاعه فأخرج من تحت الشجرة، وأمر بجحر النمل فأحرق بالنار. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: فعاتبه الله من السماء، قال: أن قرصتك نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح الله، هلا نملة واحدة؟ قرصتك نملة واحدة أقتلها، ما يجوز تقتل باقي النمل، لأنك هكذا أهلكت أمة من الأمم. الأمة دي شنو؟ ولا بشر، نمل. ربنا عاتب لأنها تسبح الله سبحانه وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد والسلسلة الصحيحة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما بلغكم أني قد لعنت، اللي بيفعل الجاي ده ملعون، هو شنو؟ من لطم البهيمة في وجهها. البد الحمار كف ملعون، والبد الغنماية كف ملعون في الإسلام. دي الرحمة ولا ما دي الرحمة؟ البد التيس كف ملعون في وجهه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها؟ فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. والسمة في أي حتة إلا وجهها، والضرب للمرأة في البيت، للأولاد، للبهيمة في الوش بالكف أو في أي حتة في الوش حرام. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أحدا فليتجنب الوجه. ده الدين، إيه يقتل له ناس مسلمين وجوا الجامع؟ ده ما معناته نحن بنقر قتل الناس البر الجامع في أماكن الفساد، لا، زي ما قال الخطيب جزاه الله خير وبين ووضح، لكن ديل نحسبهم من أشرف الناس وأفضل الناس اللي بيجوا الجامع. ديل خلوا السينما وخلوا غيره، جو بيت الله 5 مرات في اليوم، ديل بيقتلوه؟ ربنا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. دي كلها، العذاب ده كله بمختلف أنواعه للزول اللي بيقتل له مؤمن واحد. الله قال مؤمنا بصيغة المفرد واحد، فكيف بالزول اللي بيقتل جماعة أو من الجماعة دي ذاتها، جماعة الود اللي قتل الناس ذا
جماعات المتطرفة المتشددة دي ذاتها الخارجية المجرمة اللي بيشيل له حزام ناسف يفجر له مبنى سكني كامل زي ما حصل في السعودية في الرياض قبل 6 سنوات تقريبا. مبنى سكني يعني شنو؟ حلة كاملة مبنية لفوق فجرها كلها. قال في أمريكا خشية جوا واحد الكم ألف الباقين الماتوا ديل كلهم مسلمين من بينهم بيت سودانية عمره 5 سنوات. أهادي زنيبة شنو؟ ومنو قال الأمريكي بيقتلوا كده بس؟ تلقى أمريكي عيونه خضرت بم تفجر وتقتل. منو قال يا تدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل ذميا معاهدا يهم ديل دخل بعهد أمان حاكم الدولة المسلم دق له تأشيرة قال له خش انت مالك انت تدخلك شنو؟ ولو في قتل ذاته وإقامة حدود وقطع يد السارق وجلد الزاني وغيره دي بقيمة الحاكم أقام أقام ما أقام ده أمره مع ربنا. لكن أصلا دي لمنو؟ للحاكم. ما هي إصابة يبايع لهم زول في غرفة مظلمة بايعناك على كتاب الله ودي أول نقطة ما من كتاب الله لأنه ده زعيم العصابة ده ما حاكم طيب أنا برضو بايعوني على أن أقاتل من بايعتم قبل شوية اللي بيحل منو؟ ويجي ثالث يبايع على أن أقاتل أنا وذاك ويجي رابع يبايعوا يقاتل الثلاثة وعصابتهم المعاهم البلد بقت فوضى ولا ما بقت؟ عشان كده الشغل ده للحكام. الله قال الذين الحكام ديل الحكام إن مكناهم في الأرض إن مكناهم البيمكن ده هو البيطاع ده هو البيقيم الحدود. الله قال إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الحاكم بيقيم الحدود ظالم عادل ده موضوع آخر لكن الحدود إقامته له كان أقامه ولا ما أقامه. ما دول ساكت بغدادي ده زعيم عصابة كبيرة بس لكن عصابة ممكن تكون صغيرة ممكن تكون كبيرة يا ناس ما عنده علاقة بالدين زول يقتل له ناس مسلمين يا أخي مسلمين. الإسلام أتى لتكريم الكلاب في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب خلي بشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية يأكل الثرى من شدة العطش بلف البير والمويه جوا لكن تحت كلب عنده فهم لو تلب بيشرب لكن بيموت فابا يتلب بقى يلف برا ويلحس في الطين يمص باقي المويه وتف التراب قاعد برا يلف كده. فرأته بغي من بغايا بني إسرائيل. البغي دي والعياذ بالله وأكرم الله وأسمعكم جميعا المرة وظيفة الزنا بتاكل منه مش زنت مرة مرة لا بتاكل منه عديل أكل عيشة من الشيء دي البغي من بغايا بني إسرائيل. شافت الكلب فقالت لقد بلغ هذا الكلب من الجهد ما بلغني وكانت عطشانة فنزعت موقها الجزمة بتاعتها فملأته من البير فأمسكت فم الكلب فسقت الكلب فغفر الله لها وشكر الله لها. تجي تقتل الناس في الجامع ده إجرام ولا ما إجرام؟ وده زي ما قال الخطيب ده أكبر سبب بيشوه سمعة الدعوة. بكرة أعداء الإسلام يطلعوا صور وكاريكاتيرات وما أكثر أعداء الإسلام في الداخل والخارج وكاريكاتيرات زول لابس لعمة عنده لحية وشايل له مصحف باليمين وشايل سكين بالشمال عشان يشوه سمعة القرآن والمصحف والسنة والدين شفت كيف؟ ويخدم أغراضهم وأغراض باقي أعداء الإسلام. فحقوا ديل يفهموا يا أخي الشباب ديل أقسم بالله ده ما عنده أي علاقة الفعل ده والتصرف ده لا بالدين لا بالدعوة لا بالإسلام لا بالأخلاق لا بالرجالة لا بالشهامة لا بالشجاعة. لأن الناس اللي جوا جامعة ديل ما بكونوا شايلين أسلحة. أنت جيت مستعد شايل سلاح طاعن قريب 7 وقاتل 2 وطاعن الإمام وطاعن 1 في حنك وواحد ضيف ساكت قتلوا واحدين الآن راكدين في المستشفى بدعوى إنه ده جهاد. الشيء اللي بيعملوه ناس داعش والجماعات الخارجية والتكفيرية ده ما عنده علاقة بالجهاد ولا عنده علاقة بالإسلام ولا بالدين. في سنن النسائي وصحيح الجامع قال النبي عليه الصلاة والسلام من روع مؤمنا
مؤمن مسلم جا ماشي بالظلم ما قلت له واه بس كده روعته خوفته ما عندك جهاد. من روع مش تقتله، من روع خوف، من روع مؤمنا او هدم منزلا او قطع طريقا فلا جهاد له، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين منو منو قال ذاته انه جهاد الا شيل كلاش وتمشي، ده جهاد، لكن شغل ديل ما جهاد لانه مسلم مسلمين وديل ما دوله ديل عصابه. لكن الجهاد ذاته، الجهاد ذاته، الجهاد اوسع من حرب الكفار، ده جهاد حرب الكفار صحيح صحيح، ده جهاد بواسطة الحكام المسلمين، جهاد اذا رفعوا الرايه تحت الجهاد ده جهاد، لكن الجهاد اوسع يا ناس. وده بقوله للشباب، تبقى ناقش قبل ايام في واحد داعشي طبيب مشى سوريا جابوه، مشى ليبيا جابوه، مشى وين؟ سوداني ابوه وامه كبار عجايز قاعدين هنا في الخرطوم. قلت له جاهد في ديل طيعهم، جيب لهم الرزق، جيب لهم الاكل، هم فاهمين الجهاد الا تسافر. في صحيح الترغيب واختم به، مر رجل جسيم ذو جسم بالصحابه، ضخم جسمه ضخم، والحديث صح والالباني يسمع القصه دي كويس. فقال الصحابه لما راوه رضي الله عنهم لو كان هذا في سبيل الله، زول جسمه قوي، قالوا يا ريت ده يخش الجهاد معانا. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان خرج على أطفاله صغارا فهو في سبيل الله، لو ماشي يشتغل يزرع يتاجر يبيع ودار يجيب الرزق اليوم يأكل عياله الصغار، ده مجاهد في سبيل الله، خلاص كفاية تكفيه. ولو كان خرج على أبوين شيخين كبيرين، جيب لهم الأكل والشراب اشتغل عشان يجيب، فهو في سبيل الله. شكد لفظة العمل عبادة صحيحة صحيحة، خلاص بالذات الإنسان إذا أخلص النية. قال ولو كان خرج على نفسه يعفها، يعني اشتغل عشان ما يشحت الناس ويسألهم يعيف نفسه من السؤال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في سبيل الله. انتهى الحديث. والشهادة مفهومها واسع، الحريق شهيد، الغريق شهيد، المرأة يقتلها ولدها يجرها بسرره إلى الجنة شهيدة، كلهم شهداء. وأبواب الجنة ثمانية، واحد بس اسمه جهاد، سبعة ما جهاد. في الصلاة باب، الصيام باب اسمه الريان، فحق الشباب ده يفهموا، ناهيك ده إذا كان شغلهم جهاد ناهيك، وخلي إنه شغلهم ده ما عنده علاقة بالدين أصلا ولا بالرجالة أصلا، تغدر الناس تقتلهم، فشغلهم ده أبدا أبدا ما بخش العقل ذاته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى صحبه.